السلام عليكم. نرحب بتلاميذ ابتدائية الثلاثة لبلدية عين طايا، ونشكر رئيسة اللجنة الثقافية اللي قامت بهذا النشاط وجابت التلاميذ باش يتعرفوا على أحد أهم المعالم العريقة في القصبة، ألا وهو قصر رياس البحر. أنا باسمي وباسم كل عمال مركز الفنون والثقافة نرحب بتلاميذ عين طايا وبكل سكان عين طايا، وإن شاء الله يكونوا استفادوا من هذه الزيارة، ونتمنى لهم التوفيق في الدراسة تاعهم، وإن شاء الله يكونوا استفادوا. هكذا ياسين، وانت يا شكون؟ حنان وحنان، ياسين وحنان، نيابة على تلاميذ قاعتك. نتمنى لكم التوفيق ونشكركم على الزيارة.